نبدأ يا رجالة مع بعض فصل جديد، الفصل الثاني من الباب الثالث، وهو دراسة الاتزان الأيوني. كنا انتهينا الفيديو اللي فات من دراسة الاتزان الكيميائي. نبدأ بدراسة أنواع الاتزان. أنواع الاتزان عندنا نوعين، عندنا اتزان كيميائي وعندنا اتزان أيوني. الاتزان الكيميائي سبق وعرفناه بأنه نظام ديناميكي يحدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي وتثبت تركيزات المتفاعلات والنواتج. في الاتزان الكيميائي أنا محتاج يكون عندي ميزان ذو كفتين، كفة فيها متفاعلات وكفة فيها نواتج. طبعا هنا هذا الاتزان ينشأ في التفاعلات الانعكاسية اللي بيكون فيها المتفاعلات والنواتج موجودة باستمرار في حيز التفاعل. لما الاتزان الأيوني اللي احنا هندرسه الفصل الثاني هو اتزان ينشأ في محاليل الالكترولايتات الضعيفة بين جزيئاتها والأيونات الناتجة عنها. يبقى أنا هنا محتاج ميزان ذو كفتين، كفة فيها جزيئات وكفة فيها أيونات وينشأ بينها اتزان، وده هنلاقيه في الإلكترولايتات الضعيفة. مش هنقف كتير على الاتزان الأيوني، هنرجع له تاني لما نشرح بعض المفاهيم المهمة، بعدين نرجع مرة تاني نشرح بالتفصيل يعني إيه اتزان أيوني. آخر مرة لو قال لي قارن بين الاتزان الكيميائي والاتزان الأيوني، تقول الاتزان الكيميائي نظام ديناميكي يحدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي وتثبت تركيزات المتفاعلات والنواتج. نما الاتزان الأيوني هو اتزان ينشأ في محاليل الالكترولايتات الضعيفة بين جزيئاتها والأيونات الناتجة عنها. يسألني سؤال مهم ويقول لي ما هي تطبيقات قانون فعل الكتلة على حالات الاتزان الأيوني؟ عندنا أربع تطبيقات لقانون فعل الكتلة، ودول هما موضوعات اللي احنا هندرسها بالتفصيل في الفصل الثاني. اولا المحاليل الالكترولوتية واللا الكتروليتية، تأين الماء، التحلل المائي للأملاح اللي هو التميؤ، ثم حاصل الإزالة. ودي النقط اللي احنا هنبدأ ندرسها بالتفصيل خلال دراستنا للاتزان الأيوني ان شاء الله. نبدأ مع النقطة الاولى وهي المحاليل الالكترولوتية واللا الكتروليتية. يعني ايه كلمة الكتروليت؟ الكتروليت يعني سائل يحتوي على ايونات موجبة وايونات سالبة، وطالما عنده ايونات هيوصل التيار الكهربي ولكن بدرجات متفاوتة. فالالكتروليت سائل يحتوي على ايونات موجبة وايونات سالبة يوصل التيار الكهربي بدرجات متفاوتة. السائل ده قد يكون محلول وقد يكون مصهور. قد يكون محلول وقد يكون مصهور. يعني محلول يعني مادة صلبة مذاب تم إذابتها في الماء فتفككت إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة. يعني مصهور يعني مادة صلبة تم تسخينها فتفككت وتحولت لحالة سائلة، وبتحتوي وهي في الحالة السائلة تفككت إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة. يبقى هنا تفكك المادة إلى أيونات بيتم بإذابتها في المية لتكوين محلول، وهنا تفكك المية وتحويلها لحالة سائلة بيتم بتسخينها وتكوين المصهور. نروح ندرس مفهوم التأين. عرفنا يعني الكتروليت، نبدأ ندرس مفهوم التأين. التأين عملية تحول جزيئات غير متأينة. بيكون عندي جزيئات غير متأينة يتم تحويلها إلى أيونات. يتم تحويلها إلى أيونات. التأين هو عملية تحول جزيئات غير متأينة إلى أيونات. وإحنا عندنا نوعين من التأين. في عندنا التأين التام، ودي بتيجي لنا مقارنة مهمة يا رجالة، قارن بين التأين التام والتأين الضعيف. قارن بين التأين التام والتأين الضعيف. التأين التام أول نقطة هو تأين يحدث في الإلكتروليتات القوية، يحدث لجميع الإلكتروليتات القوية. يعني إيه إلكتروليتات قوية؟ يعني كل الجزيئات بتاعتها، كل الجزيئات بتاعة الإلكتروليت القوي، كل الجزيئات تتحول إلى أيونات. ودي كلمة السر في التأين التام يا شباب، كل الجزيئات. يعني نسبة التفكك هنا بتكون 100%، كل الجزيئات بتتحول إلى أيونات. في حالة التأين التام هنجد أن العملية، عملية التأين
تنشط العملية في الاتجاه الطردي فقط. تنشط العملية في الاتجاه الطردي فقط، بمعنى HCl حمض الهيدروكلوريك أقوس عندما يتأين بنسبة 100%. خدت بالك من السهم؟ تأين تام في اتجاه واحد، عامل زي التفاعل التام في الاتزان الكيميائي. التفاعل التام كان بيمشي الاتجاه في الاتجاه الطردي فقط. هنا هيتأين HCl إلى H موجب أقوس في المحلول زائد Cl سالب أقوس في المحلول. كمان مرة بسرعة، التأين التام هو تأين يحدث لجميع الإلكترونيات القوية اللي فيها كل الجزيئات بتتحول إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة. تنشط العملية في الاتجاه الطردي فقط، يبقى العملية تمشي في اتجاه واحد فقط هو الاتجاه الطردي. الـ HCl أقوس يتأين لـ H موجب أقوس زائد Cl سالب أقوس. في التأين الضعيف، التأين الضعيف هو تأين يحدث في الإلكتروليتات الضعيفة. هو تأين يحدث في الإلكتروليتات الضعيفة اللي بيحصل فيه الجزء ضئيل من الجزيئات غير المتأينة تتحول إلى أيونات. جزء ضئيل من الجزيئات غير المتأينة يتحول إلى أيونات. كلمة السر هي يا شباب، التأين الضعيف جزء ضئيل من الجزيئات فيه بتتحول إلى أيونات. في هذه العملية أو في هذا التأين تنشط العملية في الاتجاهين، تنشط العملية في الاتجاهين الطردي والعكسي، الطردي والعكسي. لو خدنا إلكتروليت ضعيف زي حمض الأسيتيك اللي بيتأين طبقا للمعادلة CH3COOH حمض الأسيتيك أقوس يتأين، العملية بتنشط في الاتجاهين الطردي والعكسي، يكون لي أيون الأسيتات السالب CH3COO سالب أقوس زائد أيون الهيدروجين H موجب أقوس. هنا في التأين الضعيف بيحدث في الإلكترولايتات الضعيفة فيها جزء ضئيل من الجزيئات يتحول إلى أيونات زي ما هنشرح بعد شوية في التأين. تنشط العملية في التأين الضعيف في الاتجاهين طردي وعكسي، الاتجاه الطردي جزيئات بتتحول إلى أيونات، في الاتجاه العكسي الأيونات بترجع مرة تانية وتكون جزيئات. يبقى هنا في جزيئات وفي أيونات والاتنين موجودين باستمرار خلال عملية التأين، كف فيها جزيئات وكف فيها أيونات، عشان كده الإلكتروليت ده إلكتروليت إيه؟ ضعيف، إلكتروليتات إيه؟ ضعيفة. لو رجعنا للصفحة اللي فاتت، لو رجعنا للصفحة اللي فاتت في الاتزان الأيوني، الاتزان ينشأ في محاليل الإلكتروليتات الإيه؟ الضعيفة بين جزيئات كف فيها جزيئات وكف فيها إيه؟ أيونات. هيبدأ يتفصل معانا هو الاتزان الأيوني، عشان كده بينشأ في الإلكتروليتات الإيه؟ الضعيفة. لا يطبق الاتزان الأيوني على الإلكتروليت القوي، لا يطبق الاتزان الأيوني على الإلكتروليت القوي. ليه؟ لأن الإلكتروليت القوي مش هيبقى عنده جزيئات بعد شوية، لأن 100% من الجزيئات بيتحول إلى أيونات، مش هيكون في جزيئات، هيتحول كل الجزيئات إلى أيونات. يبقى هنا ما ينفعش ينطبق الاتزان الأيوني على الإلكتروليت القوي، لأن في الإلكتروليت القوي ما عنديش كافة الجزيئات، لأن كل الجزيئات سوف تتحول إلى أيونات. في المركبات الأيونية بتبقى زي ما أنت شايف عبارة عن مواد صلبة متأينة بتتكون من بلورات أو الشبكة البلورية بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة، زي ملح الطعام كلوريد الصوديوم NaCl. وهذه المركبات الأيونية بتتكون من أيونات موجبة وأيونات سالبة، يوجد بينها قوى جذب إلكتروستاتيكية. وقوى جذب إلكتروستاتيكية رجالة يعني قوى جذب كهربية. لما بتيجي هذه المركبات بيحصل لها عملية ذوبان في الماء، بتبدأ زي ما انت عارف الشبكة البلورية تتكسر، الروابط دي بتبدأ يحصل لها عملية تفكك بطاقة خدناها قبل كده في سنة أولى اسمها طاقة تفكك الشبكة البلورية، وبتبدأ تنفصل الأيونات الموجبة
عن الأيونات السالبة، ولما تنفصل الأيونات الموجبة عن الأيونات السالبة تعطي محاليل، ومحاليلها تكون جيدة التوصيل للتيار الكهربي. كمان مرة، مركبات الأيونية هي مواد صلبة متأينة زي الـ NaCl عنده بلورة بشكل مكعب، أيونات موجبة وأيونات سالبة بها قوة جذب كهربية اللي هي قوة جذب الإلكتروستاتيكية. لما بناخد هذه المركبات ندوب في المية بيحصل لها عملية تفكك إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة، يحصل تفكك بطاقة اسمها طاقة تفكك الشبكة البلورية. مركبات الأيونية هي أساسا متأينة، فما نقولش يحصل لها تأين، هي أساسا متأينة، ولكن يحدث تفكك للشبكة البلورية إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة. وطالما عندها أيونات يبقى محاليلها المائية هتكون جيدة التوصيل للتيار الكهربي. أما المركبات التساهمية، فالمركبات التساهمية بتتأين في الماء، هي ليست متأينة ولكنها تتأين في الماء. وعايزين نأكد إن المركبات التساهمية التي تتأين في الماء يا جماعة هي المركبات التساهمية القطبية. مركبات التساهمية الإيه؟ القطبية، تقدر تتأين في الماء، ويرجع قدرتها على التأين بتختلف زي ما احنا قلنا قبل كده، إن هي هتتأين بدرجات متفاوتة، وبالتالي هيكون قدرتها على توصيل التيار الكهربي متفاوتة. ناخد مثال حمض الهيدروكلوريك HCl أقواس، عندما يتأين تأينه زي ما قلنا من شوية، تم التأين، كل الجزيئات تتحول إلى أيونات موجبة، أيونات هيدروجين موجبة وأيونات كلوريد سالب، فهنا التأين تأين تام. المعادلة دي يا جماعة معادلة تأين HCl معادلة مبسطة، أحيانا بنحتاجها في المسألة كده بنفس صورتها، وأحيانا بنحتاج المعادلة الغير مبسطة إن احنا ناخد الـ HCl أقوس ونعمل له عملية تأين في الماء H2O ليكويد. دي معادلة غير مبسطة. تأين HCl في الماء، احنا عارفين الـ HCl مركب تساهمي قطبي، عنده الـ H موجب والـ Cl سالب، زوج الإلكترونات الحر اللي على ذرة الأكسجين في جزيء الماء هيمنح للبروتون عشان يعمل معاه رابطة تناسقية، فيكون أيون الهيدرونيوم الموجب وأيون الهيدرونيوم في المسائل بيعبر عن أيون الهيدروجين الموجب، وينفصل أيون الكلوريد السالب. يبقى لو جاء لي معادلة تأين HCl في الماء أديله HCl مع الماء يديني أيون الهيدرونيوم H3O موجب واحد اسمه أيون هيدرونيوم، هنرجع نتكلم عنه بالتفصيل بعد شوية، وأيون كلوريد سالب. هنا التأين تأين تام، هنا التأين تأين تام. ناخد مثال تاني لتأين مركب تساهمي قطبي، ولكن التأين هنا تأين ضعيف زي حمض الأسيتك CH3COOH أقوس، يتأين تأين ضعيف، جزء ضئيل من جزيئاته يتحول إلى أيونات الأسيتات CH3COO سالبة زائد أيون الهيدروجين H3O موجب واحد. هنا برضو المعادلة دي بنقول عليها معادلة مبسطة لتأين حمض الأسيتك، ولكن المعادلة غير المبسطة يا رجالة، إن احنا ناخد حمض الأسيتك CH3COOH أقوس يتأين في الماء H2O ليكويد، طبعا تأين ضعيف، يبقى نعمل السهم في الاتجاهين الطردي والعكس، زوج الإلكترونات الحر على ذرة أكسجين جزيء الماء يمنح إلى البروتون بهذه الرابطة التناسقية علشان يكون لنا أيون الأسيتات CH3COO سالب، أيون الأسيتات أقوس زائد أيون الهيدرونيوم H3O موجب واحد أقوس. في الأسئلة أحيانا بنحتاج المعادلة المبسطة، وأحيانا بنحتاج المعادلة الأخرى اللي هي المعادلة الكاملة التأين في الماء لتكوين أيون الأسيتات وأيون الهيدرونيوم زي ما نشوف بعدين في الأسئلة. هنا عندي معادلة تأين HCl إلى H موجب وCl سالب معادلة مبسطة، وحمض الأسيتك إلى أيون أسيتات وأيون هيدروجين معادلة مبسطة. في السؤال هنا بيقول لي يمكن التعبير عن التأين السابق بالمعادلات التالية، هنا عايزنا نحط له المعادلات غير المبسطة، يبقى اجي هنا هقول له ال HCl أقوس زائد المية
H2O liquid يحصل التأيون التام فيديني أيون الهيدرونيوم H3O موجب واحد أقوس زائد أيون الكلوريد Cl سالب واحد بيكون أقوس، ودي معادلة تأيون حمض الهيدروكلوريك تأيون غير أو آسف تأيون في الماء، المعادلة كاملة غير مبسطة. عايزين حمض الأسيتك نعملها تحت مع بعض اهي، حمض الأسيتك CH3COO H زائد الماء H2O، طبعا هنا التأيون ضعيف هيروح يكون أيون الأسيتات CH3COO سالب زائد أيون الهيدرونيوم H3O موجب. هنبدأ تجربة عملية لاختبار التوصيل الكهربي لكل من غاز كلوريد الهيدروجين الزائد في البنزين وحمض الخليك المائي. هنكون دايرة كهربية كما بالشكل، نقفل الدايرة ونبدأ المحلول ده بتاعنا في التجربة الأولى. هنختبر توصيلية غاز كلوريد الهيدروجين، غاز كلوريد الهيدروجين الزائب في البنزين. يبقى مين المحلول بتاعنا اللي موجود في إناء الخلية؟ قلت له غاز كلوريد الهيدروجين الزائب في البنزين. لما نحط غاز كلوريد الهيدروجين الزائب في البنزين ونقفل الدائرة الكهربية ونلاحظ إضاءة المصباح الكهربي، وهتكون المشاهدة أن المصباح الكهربي لا يضيء. تمام يا رجالة؟ لا يضيء المصباح الكهربي. ده معناه إيه؟ ده معناه إني أستنتج بقى الاستنتاج بتاعي إن غاز كلوريد الهيدروجين الزائف في البنزين، غاز كلوريد الهيدروجين الزائب في البنزين لا يحتوي على أيونات، لا يحتوي على أيونات توصل التيار الكهربي، ما عندوش أيونات توصل التيار الكهربي. إذن غاز كلوريد الهيدروجين في البنزين نصنفه أنه لا إلكتروليت. HCl في البنزين، غاز كلوريد الهيدروجين في البنزين، خلي بالنا من المعلومة دي، يذوب في البنزين ولكنه لا يتأين فيه، بتفضل جزيئات HCl زي ما هي غير متأينة بين جزيئات البنزين، يذوب في البنزين ولكن لا يتأين فيه. بنفس الدائرة الكهربية اللي احنا مكونينها يا شباب هنختبر توصيلية حمض الأسيتك النقي. حمض الأسيتك النقي خدناه في العضوية باسم حمض الخليك الثلجي، وقلنا ساعتها ان درجة تركيزه بتكون 100% مفيش مية خالص. حمض الأسيتك النقي او حمض الخليك الثلجي، تمام، لما احطه في اناء الخلية بتاعتي، احطه في اناء الخلية، اقفل الدايرة الكهربية، ماذا تشاهد؟ ركز معايا، هنا حمض الأسيتك بيبقى تركيزه 100%. كانت المشاهدة أيضا لا يضيء المصباح الكهربي، كانت المشاهدة لا يضيء المصباح الايه؟ الكهربي. ماذا تستنتج؟ الاستنتاج ها نفس القصة، عند كلوريد الهيدروجين الزائد في البنزين نقول له أن حمض الأسيتك النقي لا يحتوي على أيونات، عشان كده معرفش يوصل تيار كهربي. حمض الأسيتك النقي لا يحتوي على أيونات توصل التيار الكهربي، وبالتالي هنستنتج أن حمض الأسيتك أيضا لا إلكتروليت. حمض الأسيتك النقي، عشان أبقى محدد في كلامي، يبقى خلاصة التجربة اختبار التوصيل الكهربي لغاز كلوريد الهيدروجين الزائد في البنزين وحمض الأسيتك النقي بدون مية، لما كوننا الدائرة الكهربية واختبرنا القدرة على التوصيل، ولا ده هيوصل تيار كهربي ولا ده هيوصل تيار كهربي لعدم احتوائهما على أيونات، وبالتالي يكون كل من غاز كلوريد الهيدروجين الزائد في البنزين وحمض الخليك النقي لا إلكتروليت، كلاهما لا إلكتروليت. ندخل على تجربة 2 يا رجالة، وهي اختبار تأثير التخفيف
على تأين محلولي حمض الهيدروكلوريك وحمض الخليج، والتجربة دي مهمة جدا نخلي بالنا منها ونركز عليها كويس. هنختبر التوصيل الكهربي لكل من، أول حاجة عندنا المحلول المائي، المحلول المائي لحمض الهيدروكلوريك. نختبر التوصيل الكهربي بنفس الجهاز التجربة اللي فاتت، التوصيل المائي لحمض الهيدروكلوريك. يبقى اللي موجود في إناء الخلية عندي هنا حمض الهيدروكلوريك المخفف، لأن ده محلول إيه يا رجالة؟ محلول مائي. هنعمل محلول واحد بتركيز 1/10 مولاري، وبعدين هخفف أقلل التركيز إلى 2، نقول 1/100 مولاري، ونرجع نخفف تاني ونعمل اختبار توصيل كهربي لمحلول 1/1000 مولاري من المحلول المائي لحمض الهيدروكلوريك. يبقى احنا هنعمل هنا 3 خطوات. الخطوة الأولى هختبر التوصيل الكهربي لمحلول 1/10 مولاري من حمض الهيدروكلوريك في المية، وتركيز نفس المحلول بتركيز 1/100 مولاري، نفس التركيز نفس المحلول ولكن بتركيز 1/1000 مولاري. يبقى أنا لما بغير التركيز في هذا الاتجاه أنا بعمل عملية تخفيف. عملية إيه؟ تخفيف المشاهدة. في حالة حمض الهيدروكلوريك وتأينه في الماء هلاحظ إن إضاءة المصباح الكهربي قوية. في كل هذه الحالات إضاءة المصباح الكهربي هتكون إيه يا شباب؟ اللي هتكون قوية. ده معناه ايه؟ معناه ان HCl اقوس حمض الهيدروكلوريك المخفف بالماء وايا كان تركيزه لا يتأثر بالتخفيف. لا يتأثر بالتخفيف ونقص التركيز. طب مين الالكتروليت الذي لا يتأثر بالتخفيف؟ حمض الهيدروكلوريك HCl وضحنا قبل كده HCl أقوس، لما ينزل في المية H2O ليكويد يكون تأينه تام، نسبة تأينه 100% إلى أيونات هيدرونيوم موجبة وأيونات كلوريد سالب. لما يكون نسبة تأينه 100% يبقى هو من البداية لما عملت محلول تركيز 1/10 مولاري كل جزيئاته تحولت إلى أيونات. طب لما زودت التركيز لما زودت التخفيف قللت تركيز 1/100 و1/1000 مولاري، تعال نطبق قاعدة لوشاتيليه هنا ونزود مية، قلت له لا تتأثر. ليه؟ لأن حضرتك التأين هنا تأين تام، من بداية التخفيف كل الجزيئات تحولت إلى أيونات. هنا هستنتج أن حمض الهيدروكلوريك لما بيتأين في المية تأينه تام فهو إلكتروليت قوي لا يتأثر بالتخفيف. تمام يا رجالة؟ وبالتالي لا يطبق عليه الاتزان الأيوني لأن مش هيبقى عنده جزيئات، كل الجزيئات سوف تتحول إلى أيونات. آخر مرة باختبار التوصيل الكهربي للمحلول المائي لحمض الهيدروكلوريك مرة 1/10 مولاري، 1/100 مولاري، 1/1000 مولاري، هنلاحظ ان اضاءة المصباح الكهربي قوية في كل هذه الحالات لا تتأثر ولا تتغير. استنتج ان HCl لا يتأثر بالتخفيف، وبالتالي HCl تأينه تأين تام فهو الكتروليت قوي، وبالتالي لا ينطبق عليه الاتزان الايوني. هنعيد نفس الخطوات ولكن مع المحلول المائي لحمض الأسيتيك. المحلول المائي لحمض الأسيتيك برضو هنضيف الماء إلى حمض الأسيتيك ونعمل منه 3 تركيزات، 1/10 مولاري، 1/100 مولاري، 1/1000 مولاري. إيه التغير اللي أنا بعمله من أعلى إلى أسفل؟ بقلل التركيز، وبالتالي أنا بعمل عملية تخفيف لحمض الأسيتيك في الماء. ماذا تشاهد في حالة حمض الأسيتيك؟ تمام، هتكون إضاءة المصباح الكهربي ضعيفة. إضاءة المصباح الكهربي إيه؟ ضعيفة، وتزداد بالتخفيف. إضاءة حمض الأسيتيك في البداية هتكون ضعيفة ولكنها هتزداد بالإيه؟ بالتخفيف. دي حتة مهمة
لما يكون عندي حمض الأسيتك CH3COOH أقوس، وضفت له الماء عشان أعمل عملية تخفيف بتركيزات مختلفة، هيكون أيون الأسيتات السالب وأيون الهيدرونيوم الموجب. إيه رأيكم نطبق قاعدة لوشاتيليه؟ لما نيجي نطبق قاعدة لوشاتيليه على حمض الأسيتك، طبعا هنا الاتزان بتاعي يسير في الاتجاهين الطردي والعكسي. لما أنا أزود مية يبقى ينشط الاتزان في الاتجاه الطردي اللي بيحول الجزيئات إلى أيونات، ولما نسبة الأيونات تزيد فإضاءة المصباح الكهربي بتزيد. إضاءة المصباح الكهربي ضعيفة ولكنها تزداد بالإيه؟ بالتخفيف، لأن حمض الأسيتك، إذا نيجي بقى نقول له هنا إذا حمض الأسيتك، حمض الأسيتك اتأثر بالتخفيف ولا ما تأثرش؟ برافو، يتأثر بالتخفيف. وطالما يتأثر بالتخفيف إذا حمض الأسيتك هيكون إلكتروليت ضعيف. الذي يتأثر بالتخفيف هو إلكتروليت إيه؟ ضعيف. عشان كده لو رحنا للكتاب بتاعنا وصفحة رقم 34 عندنا سؤال علل تحت خالص في نهاية الصفحة، نقرأ مع بعض كده بسرعة. علل المحلول المائي لحمض الهيدروكلوريك موصل جيد للتيار الكهربي على عكس المحلول المائي لحمض الأسيتك. تقول لأن حمض الهيدروكلوريك من الأحماض القوية، إلكتروليت قوي تام، التأين في المحاليل المائية ما بيتأثرش بالتخفيف، هو من البداية تم التأين. أما حمض الأسيتك من الأحماض الضعيفة، أما حمض الأسيتك من الأحماض الضعيفة غير تامة التأين في المحاليل المائية، يتأثر بالتخفيف، إلكتروليت ضعيف يدي إضاءة ضعيفة، وهذه الإضاءة بتزيد تدريجيا بزيادة التخفيف. يبقى مجمل التجربة بتاعتنا في النهاية نستنتج أن حمض الهيدروكلوريك في الماء إلكتروليت قوي لا يتأثر بالتخفيف، أما حمض الأسيتك إلكتروليت ضعيف يتأثر بالتخفيف. نروح عندنا سؤال مهم، كيف تميز عمليا بين حمض الخليك النقي وحمض الخليك المخفف؟ هنا حمض خليك نقي وهنا حمض خليك مخفف. أميز بين الحمضين بإمرار تيار كهربي خلال دائرة كهربية مغلقة. بإمرار تيار كهربي خلال دائرة كهربية مغلقة في كل منهم. نقطتين من أول السطر ألف. إذا لم يضيء المصباح الكهربي، إذا لم يضيء المصباح الكهربي، إذا لم يضيء المصباح الكهربي دل على وجود، دل على وجود حمض الخليك النقي. ليه يا رجالة؟ لأن حمض الخليك النقي لا يتأين، ما عندوش مية، لا يتأين، وبالتالي يكون لا إلكتروليت، لا يوصل التيار الكهربي. نقطة تانية، إذا أضاء المصباح الكهربي دل على وجود حمض الخليك المخفف. ليه؟ لأن حمض الخليك المخفف بالماء بيتأين، وبالتالي هيكون ليه قدرة على توصيل التيار الكهربي. في صفحة 35 عندنا جدول، بيقول لي الجدول التالي يبين قيم ثابت التأين لبعض الأحماض الضعيفة. هنا رجالة الصيغة الجزيئية للأحماض حفظ، عايزين نحفظ الصيغة الجزيئية هنا. طبعا قيم ثابت التأين مش هحفظها، أنا هحفظ الصيغة. حمض الكبريتوز H2SO3، حمض الهيدروفلوريك HF، حمض النيتروز HNO2، حمض الخليك، حمض أسيتك CH3COH، حمض الكربونيك H2CO3، حمض البوريك، أعتقد هو أجدد حمض أنا شفتوش قبل كده، حمض البوريك H3BO3. عايزين نحفظ الصيغ دي لكن مش هنحفظ قيم ثابت التأين. نروح يا شباب لأيون الهيدرونيوم أو البروتون المماه اللي رمزه H3O موجب واحد. أيون الهيدرونيوم هو أيون موجب ينتج من اتحاد جزيء الماء مع أيون هيدروجين موجب ناتج من تأين الأحماض في محللها المائية. لما يكون عندي حمض زي HCl أقوس، احنا عارفين ان HCl تساهمي قطبي، عنده قطب موجب وقطب سالب. لما بينزل يدوب في الماء H2O liquid، ذرة الأكسجين في جزيء الماء عندها زوج من الإلكترونات الحر غير مشترك في تكوين رابطة، هذا الزوج يمنح للبروتون يكون معاه رابطة تا
تناسقية، رابطة تناسقية يتحد الإتش موجب مع جزيء الماء مكونا أيون الهيدرونيوم الموجب. H3O موجب واحد هو أيون الهيدرونيوم الموجب. عشان كده قال لي أيون الهيدرونيوم هو أيون موجب، ماشي أهو أيون وأدي شحنته موجبة، ينتج من اتحاد جزيء الماء، أدي جزيء الماء مع مين؟ مع أيون الهيدروجين موجب، أدي أيون الهيدروجين موجب، ده جاي منين؟ ده ناتج من تأين الأحماض في محللها المائية، ناتج من تأين حمض الهيدروكلوريك. يتأين في المية، يقوم زوج الإلكترونات الحر اللي موجود على ذرة الأكسجين في جزيء الماء يمنح إلى البروتون H موجب، يكون رابطة تناسقية في أيون الهيدرونيوم الموجب، وهنا بينفصل أيون الكلوريد السائل. فهنا ممكن يسألني سؤال علل مهم جدا، ده سؤال امتحانات يا رجالة، لا يوجد أيون الهيدروجين، لا يوجد أيون الهيدروجين منفردا، أيون الهيدروجين لا تجده أبدا منفردا في محاليل الأحماض المائية، في محاليل الأحماض الإيه؟ المائية. ليه؟ قلت له علشان أيون الهيدروجين اللي موجود في الحمض يرتبط بجزيء الماء بربطة تناسقية عن طريق زوج الإلكترونات الحر اللي موجود على ذرة الأكسجين ويكون أيون الهيدرونيوم الموجب. آخر مرة مع بعض، أيون الهيدرونيوم الموجب ينتج من اتحاد جزيء الماء مع أيون هيدروجين موجب جاي من تأين حمض في المحاليل المائية للأحماض. هنا شباب هنرجع تاني بقى لأول الموضوع وهو الاتزان الأيوني وتعريفه. عايزين نبدأ نفهم بقى التعريف دلوقتي. الاتزان الأيوني في الإلكتروتات الضعيف، الاتزان الأيوني سبق وعرفناه بأنه اتزان ينشأ في محاليل الإلكتروتات الايه؟ الضعيفة. مفروض ان انا فهمت يعني ايه دلوقتي إلكتروليت ضعيف، يعني غير تم التأين، مادة غير تم التأين في الماء، جزء ضئيل من جزيئاتها يتحول الى أيونات. الإلكترولات الضعيفة ينشأ اتزان زي ما قلنا قبل كده، كف فيها جزيئات وكف فيها أيونات وينشأ بينهما اتزان. آدي الجزيئات وآدي الأيونات ويبدأ ينشأ بينها الاتزان بتاعنا، اتزان أيوني بهذا الشكل كده أهو. فالاتزان الأيوني هو اتزان ينشأ في محاليل الإلكترولات الضعيفة، حمض الأسيتك حمض ضعيف وأثبتنا بالتجربة أنه بيتأثر بالتخفيف وتزداد قدرته على الإضاءة بزيادة التخفيف، تمام؟ كل ما زود مية ينشط الاتزان في الاتجاه الطردي والتأين يزيد، يبقى ده حمض أسيتك حمض ضعيف. هيبقى في وسط الاتزان بتاعي في جزيئات وفي أيونات، في جزيئات وفي أيونات، واللي عنده جزيئات وعنده أيونات باستمرار في وسط الاتزان يبقى ده إلكتروليت إيه؟ ضعيف. والاتزان الناشئ هنا ما بين الجزيئات وما بين الأيونات هو اتزان أيوني. هنروح مع بعض لصفحة 36، بيقول لعل لا يطبق قانون فعل الكتلة على الإلكتروليتات القوي. الإلكتروليت القوي ما عندوش جزيئات، كل جزيئات هتتحول إلى أيونات، يبقى ما ينفعش يطبق عليه اتزان أيوني، تمام؟ لا يطبق قانون فعل الكتلة، طبعا قصده في الاتزان الأيوني، على الإلكتروليتات القوية. قلت له لأن محاليل الإلكتروليتات القوية تمت الإيه؟ التأين. يعني ايه؟ يعني لا تحتوي على جزيئات، كافة الجزيئات مش هتبقى موجودة عندها، وبالتالي ما ينفعش يبقى فيه اتزان أيوني. سؤال اختار، الاتزان الأيوني ينشأ في محاليل الإلكتروليتات الضعيفة بين، الاتزان الأيوني ينشأ في محاليل الإلكتروليتات الضعيفة بين، طبعا الإجابة هتكون ب، بين جزيئات المتفاعلات والأيونات اللي موجودة في النواتج. يمكن تطبيق قانون فعل الكتلة على محلول إيه؟ قانون فعل الكتلة هيطبق على إلكتروليت ضعيف، هيطبق على إلكتروليت ضعيف. كلوريد صوديوم؟ لا، لأن كلوريد الصوديوم مركب أيوني تام التأين. حمض الهيدروفلوريك؟ أكيد. ليه؟ قلت له عشان أنا حفظت في الصفحة السابقة، حفظت الأحماض الضعيفة وكان من بينها حمض الهيدروفلوريك حمض ضعيف. هيدروكسيد بوتاسيوم؟ لا، قلوي قوي تام التأين.
حمض الهيدروكلوريك؟ لا، لأنه حمض قوي تام التأيون، وأثبتنا ذلك بالتجربة العملية. هنقف مع بعض الرجالة في الاتزان الأيوني دلوقتي، ونروح نعمل مراجعة سريعة على جزء صغير على الاتزان الكيميائي. في عندنا في صفحة 32 بعض الأسئلة. في عندنا صفحة 32 اختار رقم 4 فوق، بيقول لي يلزم نقط ملي لتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه نص مول لكل لتر لمعاير 25 ملي من محلول HBr تركيزه 25% مول لكل لتر. طبعا هنا ال NOH بتفاعل مع ال HBr طبقا لهذه المعادلة. نبدأ نقرأ تاني ونطلع البيانات مع بعض واحدة واحدة. يلزم نقط ملي لتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم NOH، يبقى هنا الحجم مجهول مش معروف بكام. تركيزه نص مول لكل لتر، يبقى تركيز القاعدة MB بيساوي 0.5 مول لكل لتر اللي هي مولاري. لمعاير 25 ملي، لمعاير 25 ملي لتر من حمض ال HBr تركيزه 25% مولاري. طبعا طبقا لوزن المعادلة هيكون عندنا ال HBr عدد مولاته في المعادلة 1 مول، والقلوي NaOH عدد مولاته في المعادلة 1 مول. نحط مع بعض قانون المعايرة MB في ال VB على ال NB بيساوي ال MA في ال VA على ال NA. نعوض مع بعض ال MB بخمسة من عشرة في ال VB مجهول على عدد المولات 1، هيساوي ال MA تركيز الحمض 25% في حجم الحمض 25، هنسيبه هنا بالملي لأن هو طالب مني الحجم القلوي بالملي لتر برضه، فمش هنحول للتر. تمام، وعدد مولات الحمض 1. لما نضرب طرفين في وسطين تكون قيمة ال VB هتساوي 25% في 25 على 5 من 10، عشان تطلع الإجابة 12.5 ملي لتر. نروح مع بعض للسؤال الرابع. ألف في صفحة 32 برضو رجالة، مديني جدول في 4 معادلات في العمود A ومديني العمود B، بيقول العامل الذي يزيد من ناتج التفاعل. العامل الذي يزيد من ناتج التفاعل، يبقى أنا محتاج أمشي في الاتجاه الطردي اللي هو بيكون النواتج. تمام يا رجالة، نشوف التفاعل الأول. الـ BCl5 غاز، الـ BCl3 غاز، الـ Cl2 غاز. برضو ندي نظرة الأول على العمود B. العمود B بيكلمنا عن زيادة الضغط، تقليل تركيز المتفاعلات، رفع درجة الحرارة، خفض الضغط، خفض درجة الحرارة. في التفاعل الأول BCl5 غاز بينحل إلى BCl3 غاز و Cl2 غاز. طبعا مفيش حرارة هنا، يبقى أنا مش هختار أي حاجة فيها حرارة، فأنا هروح ألعب على الضغط. لما نعد عدد جزيئات المتفاعلات 1 وعدد جزيئات النواتج 1 و1 هيساوي 2، معنى ان انا اللي عايز اختار العامل الذي يزيد من ناتج التفاعل يبقى امشي طردي. في الاتجاه الطردي عدد الجزيئات بيتغير من 1 إلى 2، يبقى كده عدد الجزيئات قول معايا بيزيد من 1 لـ 2. لما عدد الجزيئات يزيد يبقى ده يتطلب مني خفض الضغط، يبقى خفض الضغط هنختار التفاعل رقم 1. ندخل على التفاعل رقم 2. 2 NO2 غاز في حالة اتزان مع ال N2O4 غاز. طبعا دي تجربة، المعادلة بتاعت التجربة العملية اللي احنا عملناها في درجة الحرارة. هنا مفيش حرارة، يبقى انا مش هختار اي اجابة متعلقة بالحرارة. هنا غاز وهنا غاز، نظام غازي، يبقى الضغط هيأثر. نعد الجزيئات. عدد جزيئات المتفاعلات 2، النواتج 1. السؤال بيقول انا عايز العامل الذي يزيد من ناتج التفاعل يبقى ينشط في الاتجاه الطردي. في الاتجاه الطردي عدد الجزيئات بيتغير من 2 لـ 1، يعني عدد الجزيئات بيقل، فيتطلب مني زيادة الضغط، يبقى أنا هختار زيادة الضغط لإجابة رقم 2. التفاعل التالت N2 غاز زائد O2 غاز زائد هيت هينتج 2NO غاز. طبعا هنا الحرارة ضمن المتفاعلات، فيكون التفاعل بتاعي تفاعل ماص للحرارة. طب تفاعل ماص وإحنا عايزين نمشي طردي، قال يبقى لازم تمام رفع درجة الحرارة، هناخد إجابة رقم أو لمعادلة رقم 3.
H2 غاز زائد Cl2 غاز التفاعل الرابع هينتج 2HCl غاز زائد هيت، زائد هيت في النواتج يبقى التفاعل بتاعنا تفاعل طارد للحرارة. طارد واحنا عايزين نمشي طردي، تمام، يبقى لازم نخفض درجة الحرارة، يبقى ناخد خفض درجة الحرارة للنقطة رقم 4. تمام يا رجالة؟ ما زلنا في صفحة 32، عندنا السؤال الرابع ب، بيقول لي قارن بين العوامل التي تؤثر على معدل التفاعل الكيميائي والعوامل التي تؤثر على التفاعل أو النظام المتزن. طبعا كلنا حافظين 6 عوامل تؤثر على سرعة أو معدل التفاعل الكيميائي، هي طبيعة المواد المتفاعلة، تركيز المواد المتفاعلة، درجة حرارة التفاعل، الضغط والعامل الحفاز والضوء. تمام يا شباب؟ أما العوامل التي تؤثر على النظام المتزن، دي 3 عوامل بتوع قاعدة لوشاتيليه، التركيز والضغط ودرجة الحرارة. في رجالة عندي تعليق في صفحة 14، كنا حلينا قبل كده تمرين 6 وتمرين 7. تمام؟ عايزين نعدل بس المعادلة الأخيرة اللي هي الـ AG موجب أقوس زائد الـ CL سالب أقوس ينتج الراسب الأبيض AgCl سوليد، وعملنا KC. عايزين بس، احنا كنا عملنا السهم قبل كده سهم تام، عايزين نعمله سهم انعكاسي في تمرين 6 وفي تمرين 7. المعادلة الأخيرة اللي فيها اتحاد الأيونات لتكوين الراسب، عايزين نغير السهم بس ونخليه بدل ما هو كان عاملينه قبل كده تام، عايزين نعمله انعكاسي. هنروح مع بعض رجالة ناخد مثال 1 في صفحة 62، ركزوا معايا وطلعوا الصفحة وحلوا معايا. مثال 1 صفحة 62 بيقول لي احسب ثابت الاتزان كي بي للتفاعل التالي، N2 غاز 3H2 غاز هينتج 2NH3 غاز، دلتا H مداني بإشارة سالبة، يبقى طبعا التفاعل بتاعنا طارد للحرارة. بيقول لي إذا كانت الضغوط الجزئية للغازات النيتروجين 2.3 ATM والهيدروجين 7.1 ATM والنشادر NH3 6.1 أتموسفير بريشر، نحسب مع بعض الكي بي. الكي بي هيساوي الضغوط الجزئية للنواتج ضغط غاز النشادر NH3 مرفوع لأس 2 على ضغط غاز النيتروجين مرفوع لأس 1 في ضغط غاز الهيدروجين مرفوع لأس 3. نعوض مع بعض، كي بي يساوي ضغط غاز النشادر ب6 كل تربيع، ضغط غاز النيتروجين 2.3، ضغط غاز الهيدروجين 7.1 تكعيب. نحسب مع بعض، تكون قيمة الكي بي 4.37 في 10 أس سالب 4، يبقى احنا كده جبنا المطلوب الاول وهو حساب قيمة ثابت الاتزان كي بي. بيقول اذكر التعليق المناسب على قيمة الكي بي. طبعا هنا الكي بي 4.37 في 10 أس سالب 4، قلنا قبل كده لما يكون العشرة الأس بتاعها بالسالب هتكون القيمة صغيرة، بما أن قيمة كي بي صغيرة أقل من الواحد الصحيح، أقل من الواحد الصحيح، إذن التفاعل ينشط. تفتكر معايا كده هينشط في أنهي اتجاه؟ ها، قيمة الكي بي صغيرة، تمام، التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي، التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي. رجع في المطلوب الأخير قال لي كيف نزيد ناتج التفاعل. ها، رجع قال لي سؤال كيف نزيد ناتج التفاعل، يعني ايه نزيد ناتج التفاعل يا رجالة؟ ها، تمام، يعني عايزين نخلي التفاعل بتاعنا ينشط في الاتجاه الطردي. هنا هنروح لقاعدة لوشاتيليه ونكلمه عن 3 نقط، هنعمل ايه في التركيز، هنعمل ايه في الضغط، هنعمل ايه في درجة الحرارة. نشوف مع بعض. من حيث التركيز عشان نمشي طردي، احنا ممكن نزود تركيز الـ N2 او الـ H2 او كليهما، يبقى زيادة تركيز المتفاعلات، ها، زيادة تركيز N2 أو H2 أو كليهما، زود الاتنين،
فينشأ التفاعل بتاعي في الاتجاه الطردي. الضغط، نعد الجزيئات، داخل عندي 1 و3 و4 جزيئات، خارج عندي 2 نشادر، وأنا عايز أمشي في الاتجاه الطردي. عدد الجزيئات بيقل من 4 لـ2، يبقى يتطلب مني رقم 2 زيادة الضغط. تمام يا شباب. درجة الحرارة، الدلتا اتش بالسالب، التفاعل بتاعنا تفاعل طارد للحرارة، عايزين يمشي طردي، يبقى هنسخن ولا هنبرد؟ تمام، برافو عليك، تفاعل طارد للحرارة واحنا عايزين نمشي طردي، يبقى هنعمل على خفض درجة الحرارة. يبقى لزيادة ناتج التفاعل ممكن نزود تركيز المتفاعلات الـ N2 أو O2 أو كليهما، ممكن نعمل على زيادة الضغط علشان عدد الجزيئات في الاتجاه الطردي بيقل من 4 لـ2 فيتطلب زيادة الضغط، ممكن درجة الحرارة لأنه تفاعل طارد للحرارة فنعمل على خفض درجة الحرارة. هنروح مع بعض لصفحة 67، ركزوا رجالة، صفحة 67 تمرين 15. بيقول لي إذا رمزنا لدليل الفينولفثالين الحامضي بالرمز BHBHH ولدليل المثال البرتقالي القاعدي بالرمز MEOH فإنه يمكن تمثيل تأيينهما كالتالي. جايب لي معادلة الفينولفثالين BHBHH عديم اللون BHBH سالب 1 أحمر H موجب أيون الهيدروجين. مطلوب إيه بقى؟ قال لي وضح أثر إضافة كل منهما إلى حمض الهيدروكلوريك في ضوء فهمك لقاعدة لوشاتيليه. أنا لو حطيت HCl هنا يحصل إيه؟ قلت له HCl حمض قوي تام التأين، يتأين إلى أيونات كلوريد سالبة وأيونات هيدروجين موجبة. هنا يا جماعة أنا اشتغلت بالمعادلة المبسطة، لأن في المعادلة اللي في السؤال جايب لي هيدروجين مش هيدرونيوم، عشان كده أنا أخدت المعادلة المبسطة لتأين HCl اللي هي اللي إحنا بنحطش فيها الماء. وجود HCl في وسط الاتزان أنتج أيونات هيدروجين موجبة، يبقى كده أيونات الهيدروجين الموجبة هتزيد، ولما يزيد تركيز أيونات H موجب هينشط الاتزان في الاتجاه العكسي، والاتجاه العكسي هيخلي المحلول لونه عدم اللون. يبقى هنيجي في الإجابة نقول له هيتأين حمض الهيدروكلوريك مكونا أيونات كلوريد سالبة وأيونات هيدروجين موجبة. تمام، فيزيد تركيز أيونات الهيدروجين الموجب وينشط الاتزان في الاتجاه العكسي ويصبح المحلول عديم اللون. نروح للنقطة الثانية، الميثايل البرتقالي MEOH، طبعا هنا كاتب لي لونه أصفر، يتأين إلى ME موجب أحمر زائد OH سالب. بيقول لي برضو في نفس السؤال أنا لو حطيت HCl إضافة حمض الهيدروكلوريك هيكون تأثيره إيه على الاتزان؟ حمض الهيدروكلوريك هيتأين إلى أيونات كلوريد موجبة وأيونات هيدروجين، أنا آسف، أيونات كلوريد سالبة وأيونات هيدروجين موجبة. اللي هيحصل ان الاتش موجب هيسحب الاو اتش سالب، الاتش موجب هيسحب الاو اتش سالب. يعني يسحب الاو اتش سالب؟ يعني هياخد الاو اتش سالب ده ويكون معاه ميه، لما يقل تركيز الاو اتش سالب هينشط الاتزان في الاتجاه الطردي حسب قاعده لوشاتيليه. لما يقل تركيز احد النواتج ينشط التفاعل في الاتجاه الطردي علشان يعوض النقص في تركيز الناتج اللي اتسحب، ولما ينشط الاتزان في الاتجاه الطردي يصبح المحلول احمر اللون. يبقى هنيجي نقول له يتأين حمض الهيدروكلوريك، يتأين حمض الهيدروكلوريك مكونا ايونات كلوريد سالب
وأيونات هيدروجين موجبة، تمام كده؟ فتتحد أيونات الهيدروجين الموجبة مع أيونات الهيدروكسيل السالب، ويقل تركيز OH سالب، فينشط الاتزان في أنهي اتجاه يا رجالة؟ تمام، ينشط الاتزان في الاتجاه الطردي، ويصبح المحلول لونه أحمر. يصبح المحلول لونه أحمر. نكتفي بكده يا رجالة، ونتقابل إن شاء الله مع فيديو جديد. تفضل.